السلام عليكم ورحمة الله، بك أنا عبد الصبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. خاوتنا الكرام، عندنا زوج مواضيع. الموضوع الأول وهو ليكيب الفرنسية. ليكيب الفرنسية الآن تضغط على الاتحاد الدولي للجودو لتعجيدو. علاش؟ ما عجبهمش الحال، كيلقاو السيد ديالنا وليدنا الرجل الشهم البطل إدريس مسعود زايد في الميزان. أي تضغط على الاتحاد الدولي لجيدو باش يعاقبوه. ليكيب الفرنسية، هاد الصحيفة مثل ما قال مجيد بوطمين، الصحيفة ليكيب الفرنسية الحقيرة، تضغط بقوة على اللجنة الأولمبية الدولية لمعاقبة البطل الجزائري إدريس مسعود. موضوع تاني خاوتنا، أنا والله ما ظنيت هكا، شفت واحد الصور كنت مريح، صور تاع الافتتاح، عبادة شيطان، شواد الوان، زدت سمعت فيديوهات تاع ناس لاباس بها في السياسه، تكلمت قالت هذا هو حال فرنسا. فرنسا هذه هي، وقال لك ماكرون يحب هذا التيار تاع هذيك الجهه تاع الالوان. يعني ماكرون هو اللي راه مصرح وراه حاب تكون عنده في بلاده سامح لكل شيء بالالوان هذيك، وزيد على ذلك هذاك التور اللي راهم دايرينه كيما تاع لانسين تاع الالعاب الاولمبيه، هذاك التور هو عبدة شيطان يعبدوا هذاك التور. دوك تشوفوا الصور خاوتنا، والصور لألوان ورجل بصفة امرأة زعما يتعشوا بهم، لا إله إلا الله. هل هذه هي فرنسا؟ فرنسا الآن أصبحت مزبلة في العالم، مزبلة. روجت بهذا الشيء أمام الملأ، كانوا وزراء، كانوا رؤساء، كاين اللي يقبل كاين اللي ما يقبلش، داروا لهم هذا الافتتاح باش يمشوا هذه العقليه ديالهم اللي محبين ينتشروا بها في العالم. وانا نشوفوا باللي كاين دويلات، نقول عربيه راه فرحانين، دويلات ما نقولش كاع الدول، دويلات عربيه كاين اللي فرحانين بهذه الالوان، نورمال يجوا لبلادهم عادي ويفرحوا بهم. لا، مش هكذا، نورمالمون يتعاقبوا هادو تاع الاولمبياد على هذا الافتتاح، كيما رجال سياسيين كانوا تكلموا وقالوا لازم، قال لك هذا موش افتتاح، هذا تمرير رساله ما. على كل حال نبداو، اسمعوا معنا الفيديو على وليدنا مسعود ادريس اللي حبت ليكيب الفرنسيه راهي تضغط، راهي تضغط مثل ما قال مجيد بوطمين. اسمعوا معنا واش قالوا مجيد بوطمين باش تفهموا الموضوع مليح خاوتنا الكرام. تابعوا معنا الفيديو، ما تروحوش بعيد، خاطر غنزيد لكم واحد الصور ستندهشون اخواننا. جريدة ليكيب الفرنسية الحقيرة، تضغط بقوة على اللجنة الأولمبية الدولية من أجل معاقبة البطل الجزائري إدريس مسعود حسب رأيها لتعمد انسحابه أمام لاعب الكيان المحتل. لكن كان لازما على جريدة العار لو كانت لديها القليل من المهنية أن تطالب بفتح تحقيق بخصوص فضائح فرنسا اللي راح نتكلموا عليها دوكا في الأولمبياد، وهي لا تعد ولا تحصى، عرمة فضائح خاوتنا. تبدأ من أسرة الكرتون التي خصصتها للرياضيين المشتركين في الأولمبياد، وصولا إلى حالات السرقة وعدم الجاهزية التنظيمية، ناهيك عن عدم نظافة المرافق وانتشار البرغوت، معروفين بالبرغوت والفيران هما من بكري في فرنسا، حشاكم خوتنا الكرام، والبعوض في غرف الرياضيين، وأيضا تلوث مياه نهر السين، وعدم قدرة العديد من الرياضيين إجراء تدريباتهم دون الحديث عن فضائح حفل الافتتاح التي اعتذرت عنها اللجنة المنظمة بعدما طالتها العديد من الانتقادات. هذا ما يجب القيام به، وليس السعي لمعاقبة البطل إدريس مسعود الذي أقصي بسبب زيادة في الوزن عمدا وغير ذلك، تلك مشكلة صغيرة. حب يزيد في الوزن ما يلعبش، مش دخلك فيه، يعني زاد في الوزن ولا نقص في الوزن، انت ما عندك ما دخلك يا الاتحاد الدولي للجودو ويا ليكيب الفرنسية. لو كانت تحدثتي على الفضائح اللي حنتكلموا عليها دوك والماسونية، يا اخي ما تتحديليش انا على مسعود ادريس اللي لقيناه زايد في الوزن ب 200 ولا 300 غرام، الله غالب ما يديرش
ما يحبش ما حبش يدير ضد الكيان. هذه هي خاوتنا الكرام، حنا نقولوا برافو للاعب الجيدو ديالنا، تحية جزائرية شعبية عسكرية كما سميها كما شئت لهذا اللاعب مسعود إدريس خاوتنا الكرام. لكن فرنسا راهي حابة تعاقبه، ما تقدروش، قانون فوق الجميع، لقيتوه زايد في الوزن روح لدارتكم والسلام عليكم. شوفوا معنا الصورة هذه اللي حدثت ضجة كبيرة عند الناس الكل حتى من فرنسيين، دوك نوريكم فيديو مباشرة هكذا من الهاتف باش تشوفوا حتى الناس اللي في فرنسا ما حملوش هذا الافتتاح. رجل سمين مثل الجنس ومعترف، ودوك تشوفوا الصحفية واش تكلمت، اسمعوا معنا خاوتنا واش تكلموا، وراح نوجهها لكم مباشرة، راح تشوفوا الفيديو مباشرة من الهاتف ديالي، تابعوا معنا الفيديو. ومن بعد كل هذه الأشياء الناس صار عندها فضول تعرف مين المشرف على العرض، وتبين أنه المخرج توماس جولي واللي هو مثلي الجنس وأصلاً أو مثل الميول يعني، وأصلاً أعماله أغلبها بيركز فيها على مجتمع الميم، وهو قال قبل حفل كما شاهدنا هذا هو المخرج اللي شفتوه دوك الأخر، هو اللي دار هذا الإخراج، وهو كما قالت مثلي الجنس، كما قالت عفان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قالت المذيعة أنه هو اللي كان خرج ده الإخراج تاع هذا الافتتاح، يعني قال أنه فرنسا هكذا. وكتشتوا فيديو من قبل أنه عائلة فرنسية تضحك تستهزأ بهذا الافتتاح، اسمعوا معنا هذه الصحفية واش قالت على ماكرون وعلى العقلية تاع ماكرون باللي هو محب لهذا التيار، تابعوا معنا الفيديو. وانت بتقولي انه اقليات، حقيقة اللي بيشوف العرض هذا بيعتقد انه يعني هذا هو اللي منتشر في فرنسا الصراحة، يعني انه يعني نعم هذا نوع من الكاريكاتير للمجتمع الفرنسي. المجتمع الفرنسي ليس كذلك، هو مجتمع متنوع محافظ كثيرا، يوجد منه شق ايضا مع الحريات، ولكن هذه الفئة الصغيرة لديها تمويلات من قبل جمعيات، لديها دعم الحكومة أيضا، رئيس الحكومة جابرييل أتال الحكومة المستقيلة يعترف أيضا بأنه من مجتمع الميم، لذلك هناك أعطاء للأهمية أو لأهمية كبيرة لهذه الفئات الصغيرة، وهذا ينتمي إلى أجندة سياسية وليس إلى واقع اجتماعيا. طيب الآن يعني حصل اللي حصل وصار الحفل والعالم انصدم كله وصارت الاستنكارات، يعني إيش ممكن يصير الآن؟ يعني الآن ستحدث الألعاب الأولمبية كما كان مخطط لها، ولكن هناك صورة عالميا لفرنسا نوعا ما أصبحت شاحبة وأصبحت تخلق الكثير من المشاكل وتجتذب أيضا الانتقادات. أرى ذلك في بعض من البلدان العربية الفرنكوفونية كلبنان، كان هناك نقاشا حادا، وحتى رئيس الكنيسة المارونية البطريرك الراعي اليوم في عظته انتقد أولمبياد باريس. الكنيسة في بريطانيا في الولايات المتحدة، نوابا أيضا، إيلون ماسك انتقد ذلك. لذلك اليوم على فرنسا إصلاح هذه الصورة، أو ستكون فرنسا هي نوعا ما ليس فقط عاصمة الألعاب الأولمبية في هذه الدورة، ولكن عاصمة الوكزم والكانسل كالتشر في حال لم يكن هناك توضيحا لما حصل في هذه الافتتاحية. إيه بس هل أحد أصلا حيطالب بتوضيح؟ يعني بالنسبة لي علما ومعرفة نوعا ما هذه الحكومة وأدواتها ووسائلها ورئيس الجمهورية، لن يقدموا أي اعتذار ولن يقدموا أيضا يعني هو شاف أنه جميل جدا بيقول لك this is France. نعم هم يتباهون بذلك، نعم يتباهون بذلك، وهذه نوعا ما هذا نوع تقليدا فرنسيا. في تاريخ فرنسا كان هناك الكثير من الحقبات التي تميزت
لا يمكن أن نقول تميزت، ولكنها كانت تعرف ب سنوات الكفر، سنوات التحرر، خاصة التحرر الجنسي. أريد أن أبتدأ من الثورة الفرنسية التي أحرقت الكنائس، التي قطعت رؤوس الملوك، وذلك بشكل يمكن أن نناقشه وليس دائما استنادا على نوع من العدالة. أنتقد اكو سمعتوا معنا الفيديو خوتنا، هنا قالت لك فرنسا ما تستناش من الاعتذار لانه حكومتها تحب هاد الشيء، تحب هاد الشيء. سما كيفاش تعتذر هي لما تكون الحكومه ضد هاد الشيء اللي تعتذر كما يقول لك رغما عنها، وجابوا مخرج وكانوا على بالهم قبل ما يديروا هذا الافتتاح يشاوروا الحكومه العليا يعني ماكرون وجماعته، وماكرون يحب هاد الشيء. يعني فرنسا زادت الان بينت من هي فرنسا، هذه هي فرنسا. حتى الشعب، حتى شفتوا الفيديو لما وريته لكم، عائله فرنسيه بدات تضحك وشافوا حتى الكاثوليك تما، حتى كنائس ما قبلوش، لكن الطبقه الرئاسيه ديالهم يحبوا هذا الشيء وهم حابين يروجوا له للعالم كله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خوتنا الكرام، هادو مشي عباد من الاخر. هذا هو أولمبياد باريس 2024، فضائح بالجملة. كما قال مجيد بوطمين، برغوت وجردان وأسرة على الكرتون و إلى ما لا نهاية. هذه هي فرنسا، بانت على حقيقتها واش تحب، وبانت على حقيقتها أنها ليست بمقام بلد اللي تقدر دير أولمبياد، بلد باش دير، بلد بحجم باش دير هاد الأولمبياد. حنا نقولوا إن شاء الله الجزائريين ديالنا يطلعوا لنا علامنا تما ويدوي قسما يعني النشيد الوطني الجزائري في باريس. هذا ما كان نقول لكم، شكرا لكم، تابعونا قناة عبدو سبور، فعلوا الجرس ولكم حق الرد على هذه البهدايل تاع فرنسا. سلام.